القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله كثيرا أن نكون في حضرة الأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي والجلسة هذه التي جمعت بينه وبين أبناء الأستاذ محمد طه هي جلسة ود ومحبة وتقدير من كلا الطرفين. الأستاذ عبد الكريم لا يحتاج مني إلى تعريف بطبيعة الحال ولا إلى تزكية، فهو غني عن التعريف وغني عن التزكية. وأن يكون هذا المجلس الجامع لهذا المعنى الكبير ده أمر يسعدنا ويشرفنا، وقد هيئوا الإب بركات ابن سلوى وأبنائهم ليكون هذا الاجتماع كما قلت، والأصل واحد كما علمنا من البركات أن الأستاذ الكابلي يريد ويحب أن يسمع للأخوان الجمهوريين الإنشاد، ثم أن الأصل واحد كما قلت في الدرجات والمستويات العليا للنغم والكلمات الجيدة الكبيرة سواء كانت غناء أو إنشادا. ولعلي أذكر أن الأستاذ محمود كان يقدر الفن الرفيع و يعبر عن تقديره بصورة كبيرة جدا، وقد كان من ضمن تحقيق سئل فيه في صحيفة الحياة في عام 69 عن أم كلثوم، وكانت في ذلك الوقت قد شرفت السودان بزيارتها فيما أذكر، فقال إن صوت أم كلثوم يهزني. وكان الأستاذ محمود برضو في موقف في صالونه في بيته في الحارة الأولى، مرة كان عمر مختار عنده راديو شغال الراديو وجاب أغنية تم دور ودور، والأستاذ محمود جاء من هنالك مهرولا وقعد يقول دمى صوفية عن تم دور ودور. فالأصل واحد والوصول تلتقي فيها كل الفنون وكل الأفكار الكبيرة العميقة. فنحن سعداء بلقائنا بالأستاذ الكبير، وإن شاء الله يكون مجلسنا مجلسا مشتركا والأداء فيه من الجانبين. شكر لكم وشكر لله إذ حقق لي أمنية طالما حلمت بها وطالما راودتني لسنوات عديدة، وقد نقلت هذه الرغبة المتأصلة وهي رغبة الروح إلى أخي الحبيب
الأستاذ بركات وقلت له كم كنت أمني النفس بلقاء الأستاذ الكبير عليه الرحمة الواسعة لقاء قريبا، وأقول لقاء قريبا لأنني التقيته على البعد وعشت وأدركت سمو روحي، وأعتقد أنني تشرفت بالتجوال في جنبات عقله الرحيم، ولكنني كما قلت كنت أمني النفس باللقاء القريب حتى أنهل من ذلك المعين الذي لا ينضب. ولكن أراد الله أن لا يتم ذلك اللقاء القريب وعوضني عنه بلقائكم، فقد ترك فيكم ما تعشقت. وكما تفضل أستاذنا عبد اللطيف، في كل المحاضرات التي تحدثت فيها عن قيمة الفن العريض، درجت على أن أذهب بالفنون حتى مراقي الروحانية أو قل القبسية أو قل المعنوية، وكلها مترادفات تقف على النقيض من المادية، المادية البحتة التي تخضع للقياس، لأن في الفنون رغم اجتهادات المجتهدين ورغم ما توصل إليه الإنسان في جهده المتصل من إثبات لما عرف من أمر الفنون ولما أخضع ولما جاء به من تنظيمات تتصل بالفنون، إلا أنه لم يقدر حتى يومنا هذا على إدراك سر التأثير وسر الأثر في الفنون، لأننا عندما نتفاعل مع الفن كان ذلك شعراً أو رسماً تلويناً أو موسيقى يظهر علينا هذا التفاعل، يظهر جلياً. ربما ذرفت فتاة رقيقة الدموع، هذا تفاعل نراه إثر سماعها للحن حزين، وقد يقشعر بدن رجل لسماعه قصيدة تفيض حماسة، وهذا تفاعل نراه. وربما تسمر وجدان إنسان آخر أمام لوحة كما حدث لديستوفيسكي ذلك الكاتب الروسي المعروف، وهو ينظر إلى لوحة هولباين التي رسمها في معبد بازل وكانت تصور السيد المسيح، وقد بدأوا يأخذونه من الصليب وبدأ عليه شيء من التآكل. روت ذلك زوجه وقالت وقف ديستوفيسكي أمام تلك اللوحة كالمأخوذ ولفترة طويلة، ثم بدأت تظهر على ملامح وجهه
تلك العلامات التي كانت تسبق حالات الصرع والعياذ بالله التي كانت تعتريه من وقت لآخر، فجزعت، ولكنها أضافت بأن الحالة قد مرت بسلام ولم يصب بنوبة، ولكن كما قالت بقيت لوحة هولباين في وجدان دستوفيسكي لفترة طويلة وظهرت فيما كتب بعد ذلك. إذا توجهنا بسؤال محدد لدستوفيسكي، إذا وجه إليه سؤال في ذلك الوقت، أو تلك الفتاة التي ذرفت الدموع، أو ذلك الذي اقشعر بدنه، عن السبب، عن السر، يقيني أن الإجابة سوف لن تأتي معادلة علمية ثابتة يمكننا أن نرجع إليها في كل الحالات. لذلك أقول بأن هذا الجانب في الفنون يتسم بالروحانية، فيلتقي مع هذه القداسة العليا، ويقيني أن الفن وهذا الجانب بالذات من الفن هو الذي هزم الشيوعية، لأن الشيوعية لا تؤمن إلا بالمادية الجدلية بالملموس، ولكنهم يقدرون الفن وهذا الجانب لا يخضع للقياس. فهكذا أردت أن أدلل على ما جاء في حديث أستاذنا عبد اللطيف من أن المنابع واحدة والقضية قضية روح والقضية قضية حب أولا وأخيرا. كم أنا شاكر لأخي وحبيبي بركات أن أتاح لي تحقيق هذه الأمنية، وكم أنا شاكر أن أكون بينكم، ومن قلبي أتمنى لكم دوام ما أنتم فيه من حسن وإحسان. شكرا. والآن الأرض المشتركة بين الأستاذ الكابلي ممثل الفن في مداريه العليا وبين أبنائه وإخوانه الجمهوريين في إنشادهم العرفاني حرب سابقة وليس في الأمر عجب. عبد الله يستهل الإنشاد. إن عقد جوهر حلية الحسن المهيب دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيب طول ليلي فيك أسهر زاد الشوق والنحيب كل شيء عقد جوهر حلية الحسن بثياب النفس مني فأنا للحق مظهر بين أهلي كالغريب كل شيء يرد جوهر حلية الحسن المهيب دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيب طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي يا مسمى بالأسامي
مسمى بالأسامي كلها رب المنزه أنت في كل مرامي فيك عيني تتنزه أنت في كل مرامي فيك عيني تتنزه أنت في كل مرامي فيك عيني تتنزه ساطع طلعت يزهر في شروق ومضي كل شيء عقد يوهر هليه الحسن المهي دع جمال الوجه يا صلاة تغطي يا حبيب طول الليل فيك اسهر زاد شوقي والنحيب حبل راعي الدير يفتح حبل راعي الدير يفتح حبل راعي الدير يفتح حبل راعي الدير يفتح نوره شعشع باهي واسمع النغمة ترتاح واقتن صوت الملاهي وقتنا نقارة مزهر وغناء العندليب كل شيء عرض جوهر حلية الحسن المهيب دع جمال الوجه يصغر لا تغطي يا حبيب طول الليل فيك أسهر زاد شوقي والنحيب أيا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح قوموا أيا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح أيا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح أيا سقاط الراح قوموا يا سقاط الراح قوموا طال الفجر علينا والخمرة صوموا أين من يفهم أين عن سوى الخمرة صوموا أين من يفهم أين عن سوى الخمرة صوموا أين من يفهم أين عن سوى الخمرة صوموا أين من يفهم أين كأسها بها عندنا من نفح طيب كل شيء يرد جوهر حلية الحسن المهيب خمرنا خمر المعالي خمرنا خمر المعالي خمرنا خمر المعالي خمرنا خمر المعالي ودقت من قبل آدم ولا نحن الغنى قد من قبل آدم ولا نحن الغناني من زمان قد ولها نحن الغناني من زمان قد تغادم ولها نحن الغناني من زمان قد تغادم من يزق بالسر يجهر بيننا عين وقريب كل شيء عرض جوهر حلية الحسن المهيب دع جمال الوجه يصغر لا تغطي يا حبيب طول الليل فيك أسهر زاد شوقي والنحيب صل يا ربي وسلم صل يا ربي وسلم صل يا ربي وسلم صل يا ربي وسلم لي على المختار طه من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاها من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاها فضله لا زال يشهر بين غر ولبيب كل شيء يرد جوهر حلية الحسن
القوافي المستطابة ولذات الخدر أمهر ما حواه من نصيب كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب دع جمال الوجه يصلى تغطي يا حبيب لمعت أنوار سلمى لمعت أنوار سلمى لك من خلفي ستاير لا يكن طرفك أعمى عن تناوي العشائر لا يكن طرفك أعمى عن تناوي العشائر لا يكن طرفك أعمى عن تناوي إن أمر الحق أظهر عند غير المستريب لمعت أنوار سلمى لمعت خلف الستائر لمعت أنوار سلمى لمعت خلف الستائر لمعت أنوار سلمى لمعت خلف الستائر لمعت أنوار سلمى Allah.
غير ضلا عن حالتي العشاق.